الأجواء داخل النادي كانت عاملة إزاي بعد رحيل ميسي والأزمات اللي عاشها النادي؟ والله بص، هو برشلونة من الفرق اللي هو برضو بيتكلموا اللي هم نادي برشلونة، اللي هو يعني أكيد يعني هو طبعا أكيد زعلانين، وأكيد هم شايفين اللي ده طبعا لعيب زي ده يبقى مش موجود في النادي، الناس كلها زعلانة، بس نفس الوقت هم بيفكروا اللي هو برشلونة والموضوع مش هيقف على واحد، على لعيب واحد بس، وشايف اللي هم بيحاولوا هو يتأقلموا دلوقتي وبيحاولوا يحضروا فريق للسنوات الجاية. يعني عقدك بينتهي بنهاية الموسم الحالي، هل في حد اتكلم معاك ان انت تجدد ولا؟ انا عندي العادي هيحصل الكلام ده في شهر 3 ان شاء الله، مش قبل شهر 3 يبتدي تفاوضات تانية، سنة بلا سنة وتفاوضات تانية من ناحية النادي ومن ناحيتي يعني ان شاء الله لسه في ان شاء الله يعني هو الموضوع يعني لسه ما نعرفش، فان شاء الله هنعرف شهر 3. تمام. كاس العالم الاخيره اقيمت في ظروف مختلفه اللي هي كانت الفقاعات الطبيه، ازاي اتغلبتم على ده وظهرتم بشكل مميز؟ اولا هو تنظيم كاس العالم يعني من احسن، مش عشان خاطر يتلعب في مصر بس، هو فعلا انا لعبت حوالي 5 كاس عالم، ده من احسن التنظيمات اللي انا شفتها في حياتي في كاس عالم. التنظيم وحفل الافتتاح وقرعه، القرعه اتعملت عند الاهرامات كانت حاجه صراحة. مش طبيعيه، كان تنظيم على اعلى مستوى، ما اعتقدش ان في اي مشاكل حصلت في التنظيم. مع ان موضوع الفقاعه يعني يعتبر احنا من اول الدول اللي عملنا الموضوع ده في بطوله، واحنا من اول الدول اللي عملنا بطوله زي كاس عالم في الـ في الـ في التوقيت في التوقيت ده في وقت الكورونا، كانت ناجحه 100%. هو الموضوع كله بس الجماهير يعني يعني هو لو كان في جماهير وانا عارف الموضوع كان صعب، كان هيفرق معانا احنا طبعا كمنتخب، وهيخلي البطوله شكلها احسن كمان. احنا ما كناش مصدقين نفسنا ان احنا ممكن نكسب الدنمارك. والله لا، احنا كنا محضرين الماتش كويس جدا ولعبنا ضدهم كتير قبل كده، وطول الماتش كسبين خسرانين كسبين خسرانين، وحاولنا على قد ما نقدر نقلل اخطائنا، بس هو الموضوع كله انت يعني شويه خبره بسيطه قوي حصلت كده، بس والله احنا طول الماتش مصدقين ان احنا هنكسب، عشان كده احنا كنا ماسكين في الماتش يعني بايدنا واسناننا زي ما بنقول، يعني الماتش كله احنا ماسكين فيه لحد اخر لحظه. بس شايف ان الجيل الحالي تفوق على جيل 2001؟ والله هو كل جيل له وقته. شايف يعني الجيل 2001 كان يعتبر الجيل الذهبي بتاع التوقيت ده، وكان ما بينه وبين منتخبات اوروبا كلها كانت قريبه جدا من بعض. ودلوقتي الجيل الموجود ده برضو انا اعتبر اللي هو جيل ذهبي، وبينه وبين منتخبات اوروبا نفس المستوى، يعتبر الماتشات كلها جوه الملعب، فهو كل جيل وليه توقيته يعني. انت دلوقتي الهاندبول 2001 ما كانش زي دلوقتي، وبرده اللعيبه مش زي دلوقتي، فبس اللعيبه اللي كانت موجوده 2001 مقارنه بمستوى منتخبات اوروبا كانت قريبه جدا، كان نفس اللي بيحصل دلوقتي يعني. لو كنت تتمنى لحد من الجيل الذهبي في 2001 يكون معاكم موجود دلوقتي، تتمنى مين؟ اختيار صعب جدا، لان هم يعني كل واحد وليه توقيته وليه قوته. يعني اتمنى ان هم كلهم يبقوا موجودين، بس يعني اتمنى مين؟ الجيل الذهبي دلوقتي لو سالته اتمنى مين من الجيل اللي موجود دلوقتي؟ مش اسهل حاجه والله السؤال ده، لان في ناس كتير قوي يعني. في انا مش عايز اقول اسم واحد لان حظن الناس ثانيه كتير قوي بصراحه يعني. بس عايز نقول اسم برضو واحد، انا صعب اقول اسم. نختار حد تتمنى يعني. لا في ناس كتير قوي، في ناس كتير قوي كانت لعيبه، بس كل واحد ليه وقته وليه مكانته بالظبط يعني. وفي ناس دلوقتي كل الاجيال 2001 كل الناس الجامده اللي كانت موجودين في 2001 دلوقتي في ناس جامدين برضو في نفس مراكزهم، فالموضوع مش اسهل حاجه، فاهمني كده؟ اقول السبعه كلهم والسبعه اللي هنا برضه. تمام. طيب اتصبت بخلع في الاصبع ولعبت قدام سلوفينيا رغم الاصابه، ازاي تحملت على الاصابه دي؟ ما خفتش من المضاعفات؟ لان كنا بنتكلم ان انت رايح برشلونه ده في كاس عالم. لا هو طبعا الموضوع بتبقى انت دخلت في مود بطوله معين، فانت مش شايف اي حاجه بعد الماتش الاخير يعني، انت كل اللي شايفه جوه البطوله. ما اعتقدش اللي عندنا واحد في الفرقه بيفكر هيعمل ايه بعد البطوله يعني، بتعمل كل حاجه عشان بس جوه البطوله حاليا، وبعد كده لما البطوله تخلص بتشوف بقى تعمل ايه، لان انت دخلت كل المود بتاعك وكل تركيزك وكل تفكيرك وكل حاجه جوه البطوله، بس ما فيش حاجه بعديها. فما حدش فينا مثلا عنده مثلا حاجه فيقول لك لا هتلعب بكره، فلو لعبت بكره مش تلعب يعني ما اعرفش. بس كمان خلع في الصباع، انا عندي 10 في منهم مثلا
ستة اتخلعوا قبل كده. ستة؟ ستة مثلا تقريبا. هو صباح هو اللي هو فهو الموضوع يعني بالنسبة لنا يعني اهم حاجه تلعب وتشيل الفرقه. هو والله هو مش موضوع اللي هو تبقى يعني بتنتحر بقى والكلام ده والحاجات دي واللي هو مقاتل والكلام ده. لا هو مش كده. هو حاجه ممكن تقلل شويه من كفاءتك في اللعب بس مش هتاثر قوي ومش مؤثر يعني مش هتاثر على الفرقه بحاجه سلبيه فهتلعب عادي يعني. تمام. هنرجع لكاس العالم للانديه اللي هي الاخيره. اول ماتش كان ضد الزمالك. احكي لنا كواليس الملعب خصوصا ان اغلبهم لعيبه منتخب مصر انت كنت تلعب معاهم. هو مش احسن حاجه في نفس الوقت كان في حاجه حلوه عجباني الفريق زي برشلونه عامل حساب كبير جدا للنادي الزمالك وفي نفس الوقت كان عامل حساب هيلعب الاهلي ولا الزمالك يعني الناس كلها كانت متابعه الماتش لما كان الاهلي والزمالك بيلعبوا عشان يشوفوا مين اللي هيكسب عشان يلعب برشلونه. بالظبط. كانت الفرقه كلها كانت متابعه الماتش والفرقه كلها كانت عارفه لو لعبت الاهلي او الزمالك الاثنين مستواهم متقارب مع بعض فبالنسبه لهم هي ماتش جامد بالنسبه لبرشلونه. فدي حاجه كانت بسطاني انا اللي انا قاعد معاهم وشايف اللي بيعملوه وشايف اللي هم كانوا بيعملوه لما يجي يلعبوا ضدنا برضو. فكنت مبسوط جدا. الماتش طبعا حددنا الماتش كويس جدا عرفنا ايه نقط القوه بتاعت الزمالك وايه نقط الضعف بتاعتهم. اكيد هو الموضوع بالنسبه لي ما كانش سهل ان كان يعني لسه اول سيزون ليا مع برشلونه واول ماتش جوه بطوله تلعبه مع فرقه من مصر وفرقه كلها يعني صحيح. يعني معايا في المنتخب فالموضوع مش اسهل حاجه. الحمد لله يعني في الاخر احنا نكسب الماتش وبس. تمام. في بدايه الماتش كان الزمالك فرق 6 5-0 5. طب انت حسيت ان ممكن برشلونه يخسر؟ بص بقى هو الموضوع برضو ايه دي حاجه من الحاجات اللي الواحد حسها لما لعب مع فريق زي ده. المنتاليتي والثقه بتاعت اللعيبه بتاعت برشلونه ثقه عاليه جدا انت مش متخيلها. هم ازاي بيفكروا وازاي واثقين في نفسهم وازاي قادرين ان هم الثقه دي ما تتقلبش تبقى غرور. لا هو ثقه اللي هو بيلعب بثقه وعارف اللي هو هيرجع للماتش وهيكسب الماتش وانا كمان معاهم عارفين ان احنا ماشيين على نظام معين هنلعب عليه وهو ده اللي هيكسب بس عشان كده حصل وكسب.